ايه يا ماما خضتيني؟ يا عين امك انت بتعيطي يا بنتي؟ لا عيط ليه وانا لاقي لها هيعيطني. بس يا حبيبتي ما تعيطيش يا حبيبتي، بصي له يا عزة وقولي يا رب، اضحكي وكلميه. كلمه؟ اه كلميه من قلبك يا حبيبتي. عارفة المولود ده ملاك، بيسمع وبيشوف وبيحس، مبارك يا بنتي وكله كرامات، أحسن من الدجالين اللي انت بتروح لهم. يا ماما يا ماما ما تتكيش عليا، الله يخليكي حبيبتي. أنا بدلك يا نور عيني، عارفة الابتسامة في وشه صدقة غالية ومردودة لك، أحسن من الوجع والقهرة والبطر على المقسوم. طب ابتسمي له كده وقولي له أنا نفسي في مولود زيك، هياخدها من لساني ويروح للملايكة اللي حواليه ويقول لهم النبي حققولها اللي هي عايزاه. طب شوفي والله إن ما عمل كده قول أمك دي مجنونة وبتخرف. لا يا ست الكل، لا أنت ما بتخرفيش، أنت بس بتطبطبي عليا وبتوسيني بأي كلام، بس ما تخافيش مش هتجنن يعني ولا يجرالي حاجة عشان ما خلفتش. أما يعني اللي خلفوا خدوا إيه؟ غيرش بس الهم ووجع القلب والمرمطة في المستشفيات. آه يا أنا يا وجعي من بنتي. أو لو أطمن إن أنت بتقولي الكلام ده من قلبك كان زمانك خلفتي ومليتي البيت عيال. قصدك إيه يا ماما مش فاهمة؟ ارضي يا عزة، ارضي بالمقسوم يا بنتي، قولي يا رب، ده ربنا أحسن من المشايخ ومن كل الدكاترة. ما أنا راضية يا ماما، هو أنا كل اللي يشوفني يقول لي ارضي؟ ما أنا راضية وصابرة، هو أنا كفرت؟ ياما ياما الحقني ياما. يا بيت الرضا من القلب مش العفاريت اللي على وشك. وقولي لي أنت عايزة تخلفي إزاي وأنت طالبة الطلاق؟ عايزة تخلفي ازاي وجوزك في حتة وانت في حتة؟ هتخلفوا ايه؟ بولوتوس؟ ايه قلتها غلط؟ قولي بولوتوس؟ تضحكي؟ ايوه كده اضحكي. يا رب والنبي الدعوة مستجابة قدام الملاك ده، يا رب اديلها يا رب، ادي بنتي يا رب والنبي تديلها يا رب بجاه المصطفى الحبيب. هيديكي هتشوفي. نزل التردد الجديد 11785، الاستقطاب رأسي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5 على 6.